للمساهمة في التخفيف عن مرضى الفشل الكلوي، تقدم مراكز الكلى بوادي حضرموت خدماتها الطبية للمصابين بالمرض وبصورة مجانية، من عملية الاستصفاء الدموي إلى العلاج المصاحب لها. وخلال الأيام القليلة الماضية دشنت مراكز الكلى الحملة التوعوية السادسة بمناسبة اليوم العالمي للكلى للعام الجاري، بإشراف من مكتب وزارة الصحة والسكان بوادي وصحراء حضرموت، والتي تهدف كما يقول القائمون عليها إلى الحد من تفشي مرض الفشل الكلوي. هذا المركز يعتبر من المراكز الرائدة على مستوى الجمهورية، ويقدم خدمات لكل طالبي هذه الخدمة، سواء من أهلنا في وادي حضرموت أو من كل محافظات الجمهورية التي يأتون إلى هذا المكان لطلب هذه الخدمة. تتخلل الحملة التوعوية التي تستمر لمدة عام نزول ميداني إلى مدارس وادي حضرموت، وندوة لمناقشة أمراض الكلى بمشاركة 50 طبيبا مختصا، إضافة إلى برامج إذاعية توعوية وتأهيل الطاقم التمريضي من مختلف المديريات لإكسابهم معارف عن المرض، تسهم إلى حد كبير في معرفة كيفية التعامل مع مريض الفشل الكلوي. أعددنا لهذا اليوم عدد من البرامج الصحية التوعوية على مستوى وادي حضرموت التي سوف تنفذ، أطلقناها اليوم بحضور السلطة المحلية في وادي حضرموت. سوف نبدأ في الجلسة بمعية 50 طبيب من وادي حضرموت من الاختصاصين الباطنية في وادي حضرموت. سوف يكون لنا بعدها جلسة مع الأخوة التمريض. لدينا العديد من البرامج الصحية والتوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بحسب معلومات طبية، فإن عدد إجمالي مرضى الفشل الكلوي للعام المنصرم من وادي حضرموت فقط بلغ نحو 371 مريضا، بينما بلغ إجمالي المستفيدين من جلسات الاستصفاء الدموي خلال السنة نفسها أكثر من 23 ألف مستفيد من مختلف محافظات الجمهورية. حداد مساعد، قناة بلقيس، من مدينة سيئون بحضرموت.